معايا اتصال تليفوني ومعايا الأستاذ الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين. دكتور طارق، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم، إزيك؟ كل سنة وسعادتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب وكل المعلمين المصريين بخير إن شاء الله. أجواء احتفال بالإذاعة المصرية هذه الأيام في 31 مايو الماضي كان ذكرى تأسيس الإذاعة المصرية، وما لها من يعني قوة في الأداء وقوة في الرسالة الإعلامية منذ نشأتها حتى الآن. بالتأكيد يعني 31 مارس تحديدا في 1934 كان انطلاق لأول إذاعة رسمية مصرية في جمهورية مصر العربية، ده من يومها واللي يعتبر وعيد الإذاعة المصرية. عندما دخل التلفزيون في الستينيات وأيضا التطور الإعلامي المذهل الذي حصل، أصبح إنه عيد انطلاق أول إذاعة رسمية مصرية هو عيد لكل الإعلاميين المصريين، لأن الإذاعة المصرية هي من أسست ومن أعدت أجيال متواصلة من الإعلاميين والإذاعيين المصريين، انتشروا في كافة أرجاء الوطن العربي، ولا نغالي إذا كنا في دول كثيرة جدا كمان غير الوطن العربي في الدول الناطقة بالعربية والغير العربية. وبناء عليه تبقى الإذاعة هي المصنع الأول لرجال الإعلام ورجالات الإعلام بصفة عامة، ويبقى أيضا الإذاعة أو الإعلام المصري هو القاطرة اللي دائما يعني بيسير وراها كل الإعلام العربي في شكل القوالب البرامجية في الأداء. حتى بعد وجود التلفزيون في الستينيات بقيت القوالب الإعلامية البرامجية التي ظهرت في الإعلام أو التلفزيون المصري هي المعمول بها في كل الدول العربية. يعني مثلا لو خدنا على سبيل المثال الاستوديو التحليلي لمباريات كرة القدم، كان أول قالب برامجي يحلل مباريات كرة القدم كان في قناة النيل الرياضة بقيادة الرائد الإذاعي والإعلام الكبير الأستاذ حسام فرحات، ومن بعده الأستاذ عبد الفتاح حسن. الناحية الثانية أيضا القوالب اللي هي الخاصة بالطوابع ذات الجلالات الموسمية زي ما هو متعلق بالطابع الرمضاني زي مثلا الفوازير والحاجات دي، لم نجدها في البدايات إلا في الإعلام المصري والتلفزيون المصري. وكلنا نعلم طبعا فوازير فتوطة، شريهان، نيلي، عمرو فؤاد، كل القوالب البرامجية والترفيهية كانت بكورتها وبداياتها في الإعلام المصري. فطبعا يعني ألف تحية لكل الإذاعيين وجيل الرواد الذين أعدوا وجهزوا يعني أجيالا من بعدهم ورثت تلك المهنة وأدوها على أكمل وجه برسالة رصينة أفادت العالم العربي أجمع ثقافة ونورا. يا دكتور طارق، احنا يعني في احتفالنا بتأسيس الإذاعة المصرية ويعني تعظيم هذا الدور الإعلامي الكبير لمصر، مش من النهاردة بس، من زمان يعني منذ بداية الإعلام ونشأة الإعلام في الوطن العربي، دور إعلامي عظيم لمصر. أولا احنا بنحب نشكر حضرتك على دورك الكبير في تهيئة المناخ الإعلامي للإعلام المصري حتى ينطلق مرة أخرى إلى ما كان عليه ويصبح ذو تأثير كبير في المنطقة العربية بل في الإقليم كله. فإحنا بنشكرك في احتفالنا بتأسيس الإذاعة، بنشكرك شكرا جزيلا على دورك ومجهودك لإثراء الحياة الإعلامية في مصر والعالم العربي. هو يعني خلينا أقول لحضرتك أن الشكر على واجب. إحنا بنؤدي عملنا الإعلامي وجئنا في فترة بالغة الصعوبة كانت مصر تعاني فيها من فوضى إعلامية. نعم. نشأت مع أو بدأت مع 2011 إلى أننا الحمد لله يعني بفضل تأسيس نقابة الإعلاميين واتخاذ بعض التدابير الإعلامية بشأن تقنين أوضاع العاملين في الإعلام، وأيضا وجود ميثاق شرف إعلامي ووجود مرصد إعلامي يراقب أداء الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام، كل دي كانت أمور يعني أدت إلى ضبط المشهد الإعلامي، والأمور يعني تتضح بمنتهى السهولة وبمقارنة بسيطة بين الإعلام المصري في 2011 والإعلام المصري في 2021، ما بين الفوضى
والالتزام المهني الذي نراه الآن. طبعا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، شكرا جزيلا لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. نشكر حضرتك وكل سنة وكل الإعلاميين المصريين. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور طارق، شكرا جزيلا لسعادتك، شكرا جزيلا.